اسمي حسن الأسمراء من فلسطين. الستارت اب تبعتي اسمها موب ستاين تكنولوجي، متخصصين في عمل تطبيقات على الهواتف الذكيه باللغه العربيه في المجال الصحي. عندنا اكثر من 30 ابلكيشن باللغه العربيه على سمارت فونز، واور فلاج شيب بروجكت حاليا اللي هو نبني هيلث كير ابلكيشن للبريجننت وومن للمراه الحامل باللغه العربيه، من حديث ما تحمل during التسع شهور حمل، full of activity interactive applications، نعطيها customized content حسب الحالة الصحية اللي هي فيها. مثلاً نسألها مجموعة أسئلة في البداية، بناء على الانبوت اللي بناخده منها بنعطيها content relative للحالة الصحية تبعتها. مشاركتنا هون في MIT Media Lab حالياً نشتغل على مجموعة، بلشنا نوجد المشاكل الموجودة في الوطن العربي في المجال الصحي. حددنا من هاي المشاكل اللي هي السكري، مرضى السكري، حاول نوجد حلول لها من خلال المشاريع والمشروع اللي راح نعمله. في عندنا مشكلة غير السكري اللي هي الأويرنس أو التوعية أو الثقافة الصحية عند الناس، هاي تنقصهم كثير، حاول نوجد وسيلة لتوعيتهم بحيث يكون عندهم الحد الأدنى من التوعية الصحية. بالإضافة لذلك نحاول نعمل زي مشاركة بين الأطباء وخبرات الأطباء في كل واحد في مجاله، على أساس زي نوع من السبورت جروب، ممكن سبورت جروب للأشخاص ذوي نفس الأمراض، من ناحية التوعية، من ناحية المشاكل اللي بتواجههم، شو الأفضل الطرق إنه يتجنبوا أو يخففوا الأعراض والأضرار الموجودة في بينهم. وإن شاء الله إنه من خلال هالوركشوب نقدر نعمل بروجكت هاردوير وسوفتوير بروجكت اللي يساعد في حل هاي المشكلة، ويكون إنه أداة لتخفيف أو تقليل من الأعراض والمشاكل الموجودة بين الناس.